نروح بقى النهارده كان في ماتشات في الدوريات الاوروبيه بسرعه كده. المان يونايتد النهارده كسب ليدز يونايتد 4-2، نتيجه كبيره لصالح المان يونايتد. ورغم ان المان يونايتد احرز 4 اهداف، لكن كريستيانو رونالدو النهارده ما جابش اهداف. ماجواير الهدف الاول في الدقيقه 34، وبعدين برونو فرنانديز في الدقيقه 45، وبعدين فريد في الدقيقه 70، وبعدين انتوني الانجا في الدقيقه 88. 4-2 لصالح المان يونايتد على ليدز يونايتد. وكده مانشستر يونايتد في المركز الرابع في الدوري الانجليزي ب 46 نقطه. والنهارده كريستيانو رونالدو اتغير في الدقيقه 85، وكان زعلان جدا لما اتغير النهارده وخرج في الدقيقه 85، كان متعصب جدا. في الدوري الاسباني النهارده برشلونه قدر يفوز فوز كبير على فالنسيا 4-1. اوباميانج بير إمريك اوباميانج اللاعب الجابوني اللي انضم في الانتقالات الشتويه لبرشلونه، كان لاعب الارسنال طبعا وانضم لبرشلونه في يناير اللي فات. النهارده اوباميانج احرز هاتريك لصالح برشلونه في الدقيقه 23 والدقيقه 38 و63، 3 اهداف اوباميانج النهارده مع نادي برشلونه. اعتقد المباراه دي هي البصمه بقى بتاعت اوباميانج، ونقدر نقول ان اللي دي هتخلي اوباميانج يكسر الدنيا الفتره الجايه مع برشلونه. وكمان ديانج برضو احرز هدف النهارده من الاهداف الاربعه، فوز كبير لبرشلونه على فالنسيا. وكده برشلونه رفع رصيده الى 42 نقطه في المركز الرابع، لكن طبعا بفارق 15 نقطه عن ريال مدريد المتصدر. ريال مدريد عنده 57 نقطه في الصداره، برشلونه في المركز الرابع ب 42 نقطه، لكن فوز كبير النهارده ومباراه مهمه جدا لاوباميانج اللي سجل 3 اهداف. في الدوري الايطالي الانتر عمال يخسر. في الدوري الايطالي خسر النهارده من ساسولو 2-0، ويعني كده الانتر بيبعد شويه عن اي سي ميلان. انتر تراجع للمركز الثاني ب 54 نقطه في المركز الثاني في الكالتشيو طبعا الايطالي. في الدوري الالماني بايرن ميونخ النهارده كسب جروتر فيورث 4-1. طبعا لازم يكون حاطط بصمه، ليفاندوفسكي جاب هدفين النهارده من الاهداف الاربعه لبايرن ميونخ، وبايرن ميونخ رفع رصيده الى 55 نقطه وما زال في صداره الدوري الالماني البوندس ليج. برضو بروسيا دورتموند المنافس بقى بتاع بايرن ميونخ اللي هو في المركز الثاني كسب النهارده بروسيا مونشنجلادباخ مكسب كبير قوي 6-0 النهارده لصالح بروسيا دورتموند على بروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الالماني. ماركو رويس احرز هدفين، ومالين هدف، وماريوس وولف هدف، ويوسوفا موكوكو هدف، وامري تشان هدف من ضربه جزاء في الدقيقه 90. فوز كبير قوي لبروسيا دورتموند على مونشنجلادباخ 6-0، وكده بروسيا دورتموند في المركز الثاني ب 49 نقطه، والصداره زي ما قلت لكم البايرن ميونخ في المركز الاول ب 55 نقطه في الدوري الالماني. النهارده كهربا كمان في الدوري التركي شارك مع فريقه هاتاي سبور ضد فنربخشة، لكن فنربخشة كسب فريق كهربا، كسب هاتاي سبور النهارده 2-0، وكان كهربا قاعد احتياطي ونزل في الدقيقه 61، وهاتاي سبور دلوقتي في المركز الثامن في الدوري التركي.